تتظاهر تيارات إسلامية ومتحالفة ومحسوبة على النظام السابق ضمن موكب الكرامة اثنان ضد التسوية السياسية الجارية، وترفض هذه المبادرة ما تصف هذه التيارات بالتدخلات الأجنبية بالبلاد، في إشارة لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان. هذا وتجري مفاوضات منذ أسابيع بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في عملية سياسية تقول قوى الحرية إنها تريد بها إنهاء الانقلاب العسكري. ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا وائل الحسن. أهلا بك وائل. إذن يعني ما هي المطالب التي ترفعها هذه التيارات المشاركة في هذه التحرك في هذا التحرك؟ نعم، أبرز المطالب هي بالتأكيد رفض التدخل الأجنبي في الشأن السوداني كما أسموه، وأيضا مطالبين بطرد المبعوث الأممي فولكر بيرتس، وأيضا رفضا للتسوية السياسية التي تجري مفاوضاتها بين المكون العسكري قد تم إيصال بعض الملاحظات من المكون العسكري على مسودة الدستور التي قامت بإطلاقها التسييرية نقابة المحامين. بالتأكيد هنالك أيضا دعوات من قبل قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول للمشاركة في هذه التظاهرة المناهضة لوجود الأمم المتحدة في الخرطوم، وأيضا في محاولة للضغط على المكون العسكري، خصوصا وأن هذه الأيام هنالك بعض التصريحات التي قد صدرت من المكون العسكري على رأسها الفريق البرهان، فأنه يريد بالابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، وأنه يريد تسليم السلطة إلى المكونات المدنية، وأنه هنالك تفاهمات تجري الآن بين المكون المدني وبين المكون العسكري من أجل إيصال صوت الشارع المطالب بحكومة مدنية كاملة. أيضا هؤلاء المتظاهرون وصلوا إلى هنا من أجل ما أسموه ضد علمانية الدولة، التي يقولون أن هنالك من يطالب بعلمانية الدولة، ولديهم الكثير من الانتقادات على مسودة الدستور تسييرية نقابة المحامين التي تجد دعم إقليمي ودولي، وأيضا تجد دعم داخلي حاليا أيضا من المكون العسكري الذي وضع ملاحظاته كما أسلفت. المئات الآن من المتظاهرين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة يرفعون. هل هناك برنامج ما لهذه التظاهرة؟ إلى أين سيتجهون أم سيكتفون برفع مطالبهم من أمام مقر بعثة الأمم المتحدة؟ وكيف تصف لنا حجم المشاركة؟ نعم، حتى الآن لا أستطيع أن أصف حجم المشاركة لأنه لا زالت هنالك بعض الوفود التي تصل إلى هنا، هنالك كما تشاهدين الآن العشرات من المتظاهرين، ويبدو أنها ستكون كسابقاتها وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بحماية الشرطة والأجهزة الأمنية. هنالك أيضا مشاركات جاءت من خارج ولاية الخرطوم من ولايات عدة من السودان للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية أمام بعثة الأمم المتحدة. أعود أنوه من جديد أن هذه التظاهرة أو هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بناء على دعوات من مبادرة نداء أهل السودان ومن قيادات التيار الإسلامي، وأيضا من قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول وبعض الأحزاب السياسية التي كانت متحالفة مع حزب المؤتمر الوطني المحلول. شكرا لك مراسلنا في الخرطوم وائل الحسن.